أستاذنا الدكتور جمال زهران هو أحد أقطاب السياسة علما وعملا، لأنه هو مارس السياسة فعلا. دكتور أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية وفي جامعة بورسعيد، وكان عضوا في مجلس الشعب من سنة 2005 لسنة 2010 عن شبرا الخيمة. الحقيقة أنا بعتبر أن دي بطولة أن أستاذ جامعي يمثل العمالة بتاع شبرا الخيمة، ودي من أصعب الدوائر الانتخابية، إنما هو ما شاء الله عنده قدرة على مخاطبة الجماهير، وبيقدر إن هو يكسب القلوب زي ما كسب قلبي أنا. وهو في نفس الوقت المنسق العام للتجمع العربي لدعم خيار المقاومة، والمنسق العام المساعد للجمعية الوطنية للتغيير ضمير الثورة المصرية، والأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية، ورئيس مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية. رحبوا معي بضيفي اليوم. الدكتور الحقيقة جمال كان في روسيا مع وفد شعبي، وطبعا احنا مهتمين ان احنا نسمع اخبار هذه الزيارة ورأيه في العلاقات مع الاتحاد الروسي والتطور اللي هو متوقعه وردود الفعل اللي شعر بيها هناك. وفي نفس الوقت ها يتفضل سعادة السفير ان هو يعلق بحكم خبرته كسفير لمصر في الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى أنه سيعطينا بالقدر الذي يمكن دون إخلال بواجبه الدبلوماسي القدر الممكن من المعلومات التي يمكن للشباب أن يستفيد منها. أرحب كذلك بشباب المعهد الدبلوماسي الذين شرفونا هذا اليوم، ونرجو لهم مستقبلا باهرا، وأنا متأكد أن سيكون منهم الوزراء إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. نرحب بهم ونبدأ. تحية للدكتور زهران. لابد من بعد ثورة 25 يناير لابد أن تتكسر كافة الحواجز المكبلة للدبلوماسية المصرية، وبالتالي على السياسة الخارجية المصرية أن تنطلق انطلاقة كبيرة في فضاء أكبر في ظل متغيرات يعني حتمية لابد أن تحدث. وده يمكن المشكلة، احنا في مصر كناش مدركين لذلك قبل 25 يناير. فأنا تشرفت بمعرفة السيد السفير أحمد الغمراوي، ويعني وأصبحنا على علاقة وطيدة يعني منذ أكثر من عامين. كنت أعرف وأسمع عن سيادة السفير زي غيره من السفراء المحترمين اللي هم بيمثلونا في مدرسة الدبلوماسية الوطنية المصرية العريقة والعتيقة. وزارة الخارجية المصرية من أقدم الوزارات الخارجية في الشرق الأوسط بالكامل يعني. وطبعا عندنا قامات كبيرة جدا بنجلها ونحترمها ونقدرها، وفي نفس الوقت بنختلف معاها زي ما بنتفق معاها في بعض المواقف. وأيضا الصديق العزيز الدكتور سيادة السفير الدكتور علاء الحديدي، هو بدأ في جامعة قناة السويس وانتقل إلى الخارجية، وأنا بدأت في وزارة الخارجية وانتقلت إلى الجامعة لقناة السويس برضه، فتبادلنا بنفس المكان بنفس الكلية على فكرة تجارة بورسعيد. فسيادة السفير يعني لم يتحمل يبدو العمل الجامعي، وباعتباره من عائلة دبلوماسية فيبدو أنه يعني ذهب إلى الخارجية بسرعة. وأنا كذلك يعني تركت موقعي في الخارجية صغير، كنت لسه يعني لم أستريح للعمل الدبلوماسي بالنسبة لي أنا الشخصي. فيبدو أن دي كانت عايزة أعصاب حديدية وناس
ليها طبيعة خاصة أنا ما كنتش من الطبيعة الخاصة دي، رغم أن أنا دخلت كلية الاقتصاد والمسازية عشان أطلع سفير في يوم من الأيام، لكن في الآخر اكتشفت أن أنا مش في وفاق مع هذه الوظيفة. وظيفة الحقيقة كانت في الجامعة الحقيقة، يعني في عملية التنشئة، ولذلك بعدها كان متواكب معها العمل العام. أنا بقول المقدمة دي عمديا لأنه العمل العام ده ما بيجيش من فراغ أصلا، بيجي نتيجة قناعات ونتيجة بيئة محيطة بالشخص وحوافز ومحفزات موجودة. فأنا نشأت في أسرة سياسية أصلا مارس السياسة، وليا الشرف أن يكون أختي أبويا طبعا أكبر كان أمين اتحاد شراكي أم عبد الناصر والعاشقين له، فطلعت أنا عاشق بالتبعية حتى نضقت فأدركت أن عبد الناصر هو رمز التحرر والاستقلال وما إلى ذلك فاقتنعت به، وأيضا وأعمامي وما إلى ذلك. وبعدين لقيت أختي يعني كبيرة أكبر مني ب4 سنين، دي عندها استعداد سياسي رهيب جدا يعني. فكان ساعتها السيدة جيهان السادات يعني عملت 30 مقعد في للسيدات، هي أبت أن تدخل على مقاعد السيدات، ودخلت انتخابات المجالس المحلية على مقاعد الطبيعية العادية. قالت لأن أنا شخصية طبيعية فلازم أخد حقي، وطلعت الأولى على السيدات كلها على المتنافسين كلهم ونجحت طلعت الأولى. وإحنا ابن الفرز كنت أنا صغير بقى أصغر منها، أمشي جنبها أشيل لها الشنطة يعني شنطة النائبة الصغيرة يعني. فيعني إحنا من عيلة سياسية. وسيادة السفير علاء دكتور علاء حديد صديق شخص ليا، وأيضا السيدة حرم وزميلتي العزيزة، وكانوا بيجوا في البرلمان في ال5 سنين يعني أدائهم رفيع المستوى، وكانوا بيعرضوا الموقف الدبلوماسي المصري بنوع من التقدير والاحترام، ورغم اختلافنا في وجهات النظر إلا أنه كل الاحترام والتقدير كان لكل الرموز الخارجية. واستقبلنا كوفد رسمي بنمثل البرلمان في تركيا، وكان حريص دائما على إبراز وإتاحة الفرصة لينا كمعارضة يعني، كان معايا بتوع الحزب الوطني كلهم وأنا المعارض الوحيد في وسطهم، فكان يعني بيوسع لي السكة. حقيقي دبلوماسي يدرك يعني عمق دوره الوطني، لأنه هو مش بيشتغل في خدمة حزب حاكم، هو بيشتغل في خدمة مصر، وده اللي لازم ندركه كل الوظائف السيادية، أنه بتشتغل في خدمة مصر خدمة الوطن، وأنه بتشتغلش لحزب ولا الرئيس ولا لغفير، لأنه ده قابل للتداول وقابل للتغيير، إنما الثوابت المصرية. فلمست من سيادة السفير في أدائه لعمل الدبلوماسي في السفارة التركية، كنت أتمنى أنه يبقى في موسكو يعني حتى على الأقل يفسحنا فسحة أبدا. فروحنا بقى سيادة السفير يعني مهمة شقة جدا. كنت لسه بحكي لسيادة السفير علاء، إحنا خرجنا يوم الخميس الصبح في الطيارة مصر الطيران العظيمة كمان يعني، ودي شركتنا الوطنية اللي بنعتز بيها وكل قيادتها، وسيادة الوزير معنا، وطبعا كنت في يعني تشابك معاه دائما أيام أيام البرلمان، لأن برضو غيرة على شركتنا الوطنية. وخدونا الحقيقة بكل حفاوة وترحاب، وفوجئت أن الناس اللي بشغل في مصر الطيران دول عارفيننا وبيتابعونا، ودولا مش مضيفين عاديين يعني، بقى يبدو مصر بقت كلها مهتمة، وده طبيعي بعد الثورة. وقالوا لنا تعملوا ايه في موسكو، وقعدوا يسألونا وقعدونا الأكل والشرب الأول بعدين بنتكلم أبدا لازم ده معنا. المهم وصلنا آخر النهار يعني يوم الخميس ضاع في السفر، ومن المطار للفندق في داخل موسكو 2 ساعة بالعربية، فيوم ضاع. يوم واحد العمل شق جدا، من 9 صباحا صحيين من الفجر بتاع موسكو، وبعدين يعني قعدنا طول النهار شغالين ما بين وزارة الخارجية وبين الصحافة مؤتمر صحفي عالمي، وما بين الدومة اللي هي النواب برلمان، وما بين زيارة معهد الاستشراق أهم المعاهد. دول 4 يعني زيارات كانت حياة مؤثرة. وكان بيشتغلوا يوم الخميس ده المفروض نهاية الأسبوع نص يوم، فهم مدوا الوقت بالنسبة لهم خلوه يوم عمل كامل عشان الوفد يعني. أنا كانت رؤيتي قبل، وتاني يوم جينا يعني لم نتجول ولا في شيء يعني، من الفندق للزيارات للفندق ما شفناش إلا من يعني من شبابيك العربية يعني. عشان في ناس بتقعد تتكلم يعني من الناس اللي هم الوفد رايح كأنه رايح يتفسح كأنه رايح مش عارف إيه حاجات زي كده. إيه اللي خلانا فكرنا في مثل هذا الوقت؟ أنا طبعا كأستاذ علوم سياسية وأستاذ علاقات دولية أصلا ده تخصصي، وبالتالي متابع لكل ما يجري في النظام الدولي من أكتر من 20 سنة. اللي عايز يتتبع كتاباتي القديمة من أيام جورباتشوف ما مسك وأنا بكتب
على أساس أن هذا الرجل جاء لكي يعني يلقي بمعولي في هدم بنيان الاتحاد السوفيتي، وأنه الاتحاد السوفيتي في طريقه من المبكرين الذين قالوا والمتوقعين أن الاتحاد السوفيتي داخل في الأفول، وأنه هيتفكك، هيتعرض للتفكك نتيجة ثورة القوميات وما إلى ذلك اللي بدأت بإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ثلاث جمهوريات صغيرين دول اللي هم على حدود شمال يعني الشمال الغربي بالنسبة للاتحاد السوفيتي، وهم قريبين من أوروبا، فبالتالي كان الضغط عليهم عالي جدا من أوروبا، فأول ثلاث جمهوريات استقلت، فقلنا خلاص الراجل جايب فاس وهيكسر في الاتحاد السوفيتي. هو غورباتشوف ده بغض النظر عن نظريات المؤامرة في هذا الموضوع والدفع به لصدارة المشهد، الاتحاد السوفيتي تفكك طبعا، قعد 6 سنين. عايزين ندرك اللي بيحصل في النظام الدولي عشان نعرف ليه موسكو الآن. الست سنين من 85 31 مارس لحظة تولي غورباتشوف الحكم حتى 31 ديسمبر 91، 6 سنين تقريبا ونص بالظبط وتسعة اشهر. دي كانت مشوار تفكيك الاتحاد السوفيتي. حصل في اخر سنة طبعا غير الالمانيتين ورجوعهم بعد 88 الكلام ده، في حصل حدث اللي هو كان بيمثل سوء ادراك الحاكم او صانع القرار لما يجري حوله، لانه الحاكم ما بيصنعش القرار حسب مزاجه ولا حسب رغبته ولا حسب مناسبة. كان في حد بيحكم احدى الدول فكان بيقول انا بصلي ركعتين واللي يجي في بالي اثناء الصلاة نفذه، يعني حد كان احد الحكام بيقول كده يعني، وليه كتاب اشرت فيه لده تفصيلا مين هو وكذا. لكن الدول الكبرى دي بتصنع قراراتها عن طريق مؤسسات ودوائر ويعني تنظيمات مختلفة وأدوار لأشخاص وخبراء، يعني مسألة كبيرة. طبعا النظم المستبدة بيحدث عندها أن مؤسساتها ضعيفة، منها العراق لما صدام حسين بشخصيته الطاغية أدرك أن البيئة الإقليم الدولية هتسمح له أن يختطف الكويت، عنده إدراك لكده. فبالتالي طبقا للنظرية المستقرة والشائعة أنه الاتحاد السوفيتي لا يسمح للحاضر ولن يسمح للمستقبل أنه يسمح للولايات المتحدة الأمريكية أو أي طرف دولي آخر أو إقليمي أن يستخدم القوة المسلحة على حدوده. ومن هنا كان فكرة إضعاف إيران والعراق في حرب امتدت 8 سنين من 1980 ل 1988، ودي كان بداية الإشارة لأن النظام الدولي داخل على مرحلة تغيير. فلما صدام حسين أدرك هذه الحقيقة أنه لازال الحرب الباردة مستمرة، ما أدركش أنه غورباتشوف وصل الحكم وأن الاتحاد السوفيتي في تفكك وأنه قراراته هتتغير وانه المسلمات اللي عنده في ادارته والتعامل مع النظام الدولي هتتغير، ما كانش مدرك لده ومدرك بالوضع القديم المستقر انه الاتحاد السوفيتي لن يسمح باستخدام القوة المسلحة في هذه المنطقة، فلما يختطف الكويت هيعدي بيه. طبعا ادي اللحظة دي بنسميه يعني ميس بيرسبشن، يعني سوء الادراك ده بيودي في داهية. سوء الإدراك بيودي إلى عواقب وخيمة جدا بالنسبة لمصالح الدولة ومصالح زي ما كان مرسي كده ماسك، فكان عنده سوء إدراك في السنة لأنه واقع تحت تأثير الإدراك بأهداف الجماعة وتصوراتها، ودي المشكلة الكبيرة اللي قابلته عشان كده انهار بسرعة، وصدام حسين انهار بسرعة. نفس سوء الإدراك ده في كتاب مشهور اسمه Perception, Good Perception and Misperception، يعني الإدراك الجيد أو سوء الإدراك، أنت بين الطرفين، في حالة سوء إدراكك أو إدراكك يبقى سيء وقراءتك للواقع خطأ طبعا تؤدي لنتائج خطأ على طول. فنتج عن كده أنه الاتحاد السوفيتي بعد 2-8 وغزو العراق للكويت
انه وافق في اخر 8 قرارات، اخر القرار الثامن من مجلس امن على استخدام القوه. الكلام ده كان في نوفمبر 1990، وده اللي نتج عنه استخدام امريكا مع تحالف دولي كبير 38 دوله للقوه في 16 يناير 91. ودي كان بدايه تفكيك الاتحاد السوفيتي، وخرج بالمشهد واصبحنا واقعين تحت تاثير نظام دولي جديد اسمه الاحاديه القطبيه، بدا من 85 لمن كان يدرك انذاك. وللاسف مفيش كتابات في العلاقات الدوليه بتؤرخ لهذه الفتره من حيث التطور التاريخي للعلاقات الدوليه، ويشوف مين الكتابات اللي برزت في هذه الفتره اللي توقعت وقالت ومعنى. طبعا كان من الصعب على اي حد ان يتوقع انهيار الاتحاد السوفيتي، تفكك ده انا بسميه تفكك الاتحاد السوفيتي مش انهيار، لانه قوه الاتحاد السوفيتي اختزلت في روسيا، وروسيا دي 70% من الاتحاد السوفيتي، وقوه وسكان وعدد ومساحه وكل، فبالتالي يبقى القوه دي هتعيد يعني تشكيل نفسها مره ثانيه وتقدم نفسها للنظام الدولي كمنافس جديد في لحظه تاريخيه قادمه. أدركنا منذ ذلك اللحظة على ضوء قراءة الأحداث الوقائع التاريخية أنه القطب الدولي الكبير هيجي في خلال 10 لـ20 سنة. أنا قدرت كده من جانبي دراسة مبكرة، لأنه علم السياسة لازم يكون علم كفاحي، مش علم قراءة الواقع وينام جنبه، لازم علم قراءة الواقع ومحاولة استنطاق هذا الواقع للمستقبل، لازم يعرف يقدر يرسم سيناريوهات وتوقعات، والا يبقى علم سياسه كلاسيكي انه بيدرس الواقع، ده عمل وده سوى حكاوي. فهذه اللحظه قلنا 10 سنين 20 سنه على ضوء ما حدث في اعقاب الحرب العالميه الثانيه 1945 ل 1955. امريكا كانت مهيمنه على النظام الدولي، وهذه الفتره لم تحظى بدراسات علميه جاده، انه كان امريكا هي المتحكمه، في نفس الوقت كان بيتشكل الاتحاد السوفيتي كقطب منافس. اختبر هذا القطب عده سنوات ابتداء من انتاج الصاروخ السوفيتي سنه 56 لغايه حادثه كوبا، بحر خليج الخنازير في كوبا، عندما نجح الاتحاد السوفيتي في نصب صواريخه لضرب امريكا بسهوله من الجنوب الشرقي. فطبعا كانت كوبا محطه لتغيير الاحداث. هنا بعد 20 سنة وأكتر الثورات العربية جت، وفوجئنا باضطراب في البيئة العربية كلها، مبقيناش وصلنا إلى مرحلة مش عارفين مين مع مين وإيه التآمرات والصفقات اللي بتتعمل، وتصدير الإخوان للمشهد عبر صفقة مع مجلس عسكري مع أمريكا الإدارة البيت الأبيض مع أوروبا بغطاء إلى آخره. وجدنا المشهد عمال يتحرك كده، للمراقب والمحلل السياسي لازم يرجع كده ويشوف المشهد، كل ما رجع شويه يشوف المشهد احسن لانه بيشوفه بشكل شامل. وفوجئنا بالدفع بجماعه الاخوان للمشهد السياسي في مصر في تونس، وقال لك في السكه ممكن سوريا ويسقط سوريا، ده تحقق مصالح اسرائيل على الفور. وبالتالي سوريا لم تكن في خضم الثورات العربيه، يعني الوضع الطبيعي اللي عندها الموضوعي، الظرف الموضوعي لا يولد ثوره. يعني زي عندنا في توريث، في فساد، في استبداد، في قهر المعارضه، في تزوير انتخابات، في سقطونا كلنا عمدا متعمدا، احمد عز بيقود المشهد الحديث، القصه اللي احنا عارفينها دي تولد ثوره طبيعي. وانا قلت قبل الثوره ما تحصل هتحصل ثوره في مصر، لانه الاوضاع الظروف الموضوعيه بتنتج ثوره، تنتج تحرك شعبي. لما يحصل ان 50% تحت خط الفقر بدولارين طبقا لتقارير الامم المتحده، يبقى مفيش اكتر من كده، يعني ظرف موضوعي مولد للثوره. بجد الثوره التونسيه مبكره، والراجل هرب بدري، والسعوديه حامته، والوضع زي ما شفنا حصل محاكاه. لا ده حصل في تونس والراجل مشي، طب ما حصلش عندنا ليه؟ دي اسمه اسيميليشن سيستم او موديل، نموذج المحاكاه، ان انت تقدر تحاكي ده. ده يمكن عامل استعجال، لكن الثوره كانت هتحصل في مصر بدون تونس او غير تونس، كانت هتحصل. طيب المشهد ده طبعا في مصر زي ما احنا كنا شايفين الدنيا بترتبك. سوريا هي المحطة اللي اظهرت لنا النظام الدولي الجديد. والان كلمة الدكتور
السفير علاء الحديدي فليتفضل. تحية. حقيقة الأمر إن إحنا وللأسف الشديد تجاهلنا روسيا لفترة طويلة جدا، وكان ذلك لأسباب عديدة من بينها أن صانع القرار في مصر كان لا ينظر إلا لواشنطن وأحيانا لبعض العواصم الغربية الأخرى، وكأن العالم قد انحصر في بعض الدول في الغرب، حتى مش كل الغرب. وليس إفشاء للسر أن عندما كنت في موسكو يعني كنت أشعر بإحباط شديد، لأن موسكو لم تكن على الشاشة المصرية. أتت بعض الوفود، ولكن أنا شخصيا كنت أذهل من عدم إدراك الوفود المصرية لما يحدث في روسيا. معلومات المصريين عن روسيا تكاد تكون أن تتوقف عند سنة 82، ورغم تطور العلاقات من 82 آسف 72 من 72 حتى الآن، لكن كما ذكر الدكتور جمال زهران يعني ما زالوا يشعرون بنوع من الغصة تجاه ما حدث له. أتذكر كويس جدا أن ذهبت مرة للخارجية الروسية وطلبت مقابلة المبعوث الروسي لعملية السلام في ذلك الوقت، وبعد حديث الدبلوماسي التقليدي والاستماع لوجهة النظر الروسية في الآخر يعني بطريقة مهذبة جدا ذكر لي أنه كان دبلوماسي، كان قنصلا عاما لروسيا في بورسعيد، وطرد من مصر سنة 72 بعد أن كان هناك لمدة 5 سنوات. طبعا يعني الرجل تصرف بمنتهى الدبلوماسية، وكان يعني في غاية الصراحة معي في الموضوع الذي تناولناه في المقابلة، ولكن البعد الشخصي بعد مهم جدا. ومهما اتصف هذا الدبلوماسي بالحيدة والموضوعية والحرص على مصلحة بلاده، ولكن احنا علينا دور كبير جدا 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 في تجاوز اثار 72. طبعا مر فترة طويلة جدا، ويمكن هذا الدبلوماسي بحكم السن وبحكم انه بدأ حياته الدبلوماسية في مصر فمر بهذه التجربة، وطبعا يعني اثرت اكيد كلنا بشر في نظرته لمصر، ويمكن الدبلوماسيين الجدد أو من هم أصغر سناً ما زاروش مصر ولم يمروا بهذه التجربة ولا يحملون نفس المشاعر، ولكن في النهاية في صورة عامة عن مصر بتتوارثها مختلف الأجيال، وخاصة أن العلاقات بين مصر وروسيا ممكن أقول في 20 سنة اللي فاتوا انحصرت تقريباً في موضوعين: السياحة الروسية إلى مصر، والقمح الروسي إلى مصر. وحتى السياحة الروسية إلى مصر هي كانت سياحة إلى شرم الشيخ وليست إلى مصر. أنا كنت بذهب إلى أماكن كثيرة داخل موسكو، ويعني أول ما يعرفوا أن أنا من مصر على طول يقولوا شرم الشيخ. حتى بعد فترة بقيت أقدم نفسي أن أنا سفير شرم الشيخ في موسكو ولست سفير مصر. طيب نزلوا شرم الشيخ، وفي وقت من الوقات العدد وصل 2.5 مليون، مورد دخل معقول وكويس، طبعا نحب أن احنا نزيده، لكن أتوا إلى شواطئ شرم الشيخ، استحموا في البحر، اتشمسوا، رجعوا تاني دون أن يعرفوا شيئا جديدا واحدا عن مصر. الأشد والأنكى إن حتى عندما يعودون إلى
بلادهم في روسيا، يعني فترة جميلة لطيفة في مصر، وهكذا تنتهي العلاقة. يعني حتى نحن لم نستثمر الاتنين مليون اللي بيجوا لنا كل سنة في ان احنا نروج لمنتجات مصرية، نروج لسلع مصرية، نروج لأشياء كثيرة مصرية. كان ممكن احنا نستفيد من هذا الزخم، كان ممكن احنا نستفيد من هذا الرصيد في ان احنا نطرق ابواب اخرى. للأسف لم نفعل. العلاقة الثانية، الموضوع الثاني، هو تصدير القمح الروسي لمصر. طبعا مصر من اكبر الدول في العالم، ان لم تكن الدولة الاولى في العالم استيرادا للقمح، وبالتالي هي كانت كل العلاقة الرسمية تكاد ان تختزل في موضوع تصدير القمح الروسي لمصر. وزي ما دكتور جمال قال، يعني لما قالوا له عايزين مصر تعود، لان بالنسبه لهم مصر كانت يا اما سياحه يا اما قمح. وزي ما قلت، يعني وفود قليله جدا جدا كانت بتاتي، وحتى عندما تاتي كانت تبقى يعني منبهره بموسكو، وكأنها مثلا يعني جاية لبلد في العالم الثالث، حتى مش عارفين روسيا. يعني عندهم كده شوية أفكار عن روسيا، لكن فيش إدراك لقوة روسيا، لمكانة روسيا، لقيمة روسيا. روسيا دولة عظمى، تفككت، مرت بفترة انحدار، لكنها في النهاية اليوم ما زالت القطب الثاني على مستوى العالم. ما زال لديها إمكانيات ضخمة جدا، وما زالت تلعب دور مهم. وبالتالي يعني أنا في قمة السعادة بزيارة الوفد الشعبي إلى أتمنى، وهذه دعوة مني، أن نكون هناك وفود أخرى. السياسة الخارجية لا تقوم فقط على الدبلوماسية الرسمية، لا تقوم فقط على السفارات، لا تقوم فقط على الزيارات الرسمية. يعني دعوني أتكلم عن موسكو، دعوني أتكلم عن روسيا من وجهة نظر أخرى. اولا، نحن نتحدث عن دوله تحتل سدس مساحه اليابسه على الكره الارضيه، ولديها امكانيات ضخمه ليست فقط ماديه ولكن بشريه فكريه، بمعنى مراكز ابحاث. مراكز الأبحاث الروسية أو الـ think tanks لا تقل عن مراكز الأبحاث الأمريكية أو الغربية، ولها دور في صنع القرار، ولها دور في توجيه السياسة الروسية. أنا بحكم شخصيتي وبحكم يعني إيماني بهذا الدور، عديت على بعض مراكز الأبحاث، أشهرهم طبعا معهد الاستشراق، وكان أول سؤال بتسأله: متى سنرى باحث مصري؟ متى كان هناك باحث مصري في مراكز الأبحاث الروسية؟ إمتى كانت آخر زيارة؟ إمتى كانت حتى آخر مقالة اتبعتت؟ الإعلام الروسي. طبعا عهد الاتحاد السوفيتي انتهى، في النهاردة صحافة وفي برامج تلفزيونية روسية يعني لا تقل عن أمريكا. متى كان آخر ضيف مصري تم استضافته على أحد البرامج التلفزيونية الروسية؟ عدا طبعا روسيا اليوم، دي قناة موجهة ومخصصة للعالم العربي، لكن أنا بتكلم على إن إزاي الساحة الروسية ساحة كبيرة جدا، لكن ما فيش أي جهد، مش فقط مصري،
مش اي جهد عربي.